هنا في مجلس النواب ليس كل ما يقال يفعل، حقيقة باتت لا تنطلي على الرأي العام في البلاد. كيف لو إن انطلاقة المجلس ضمن فصل التشريعي الحالي بدت متلكئة على مستوى التشريع، إذ ما زالت جداول أعمال جلسات البرلمان تخلو تماما من القوانين المهمة وبخاصة المعطلة من الدورات السابقة. نواب أرجعوا هذا الأمر إلى سيطرة التوافقات السياسية على مواقف الكتل حين إقرار أي قانون. نحن غير راضون على هذه القوانين التي تنزل في جدول الأعمال وخاصة جدول هذا اليوم. نحن نطمح أن نشرع القوانين المهمة التي تقع نقطة خلاف بين الكتل السياسية. السبب في تأخير تلك القوانين هو عدم اتفاق الكتل السياسية على رؤية مشتركة لاتجاه أي قانون معين، هناك تقاطعات ببعض الآراء. أما على المستوى الرقابي الذي لا يقل أهمية عن مستوى التشريع، فقد شكلت المحاصصة والتوافقات عقدة أخرى أمام أداء المجلس الذي باتت لجانه النيابية غير فاعلة في مراقبة عمل مؤسسات الدولة وتفعيل ملف الاستجواب للمسؤولين. مع الأسف هناك يجب أن قبل أي قانون مهم له ذات طابع وطني وسياسي يجب أن يكون هناك اتفاق بين الكتل السياسية. على ما يبدو أن هذه الكتل لحد اليوم لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قوانين المهمة، حرس الوطني، النفط والغاز، يعني هذه القوانين المتعلقة بحياة اليومية للمواطنين وبالحياة السياسية للعراق. ويأتي هذا السبات النيابي بالتزامن مع مقررات الاجتماع الأخير للرئاسة الثلاث مع الكتل السياسية التي تقضي بضرورة إبعاد التوافقات السياسية عن القوانين وتفعيل المعطل منها. ويعترف نواب في البرلمان أن سبب الضعف في جداول أعمال البرلمان يعود إلى عدم وجود توافقات سياسية كافية لإدراج القوانين المعطلة، فضلاً عن الضعف المستمر في أداء اللجان النيابية. من داخل مجلس النواب، عمر العمري، بلادي الفضائية.